تراك العين ماضي عاش قصة شهرزاد وحاضر اطلب اللقيا ولله المراد في قاعدة؟ انت لا قاعدة ولا واقفة، انت متوترة، ما انت على بعضك صح؟ اسمعي يا عيشة، اسمعيني ولو مرة واحدة بس، انت شغالة فيني نصايح نصايح، اسمعي بس يا عيشة. الحرمة العاقلة هي اللي تقعد في بيتها تلوم عيالها تسمع كلام زوجها حتى لو قدمت تنازلات. يا عيشة انت ام لبنت متعلقة بأبوها، حرام اللي بتسويه هذا. حرام؟ تقولي حرام؟ حرام على مين؟ علي ولا عليه؟ بعد ما رماني وبعد ما طلقني رمى علي قبل ما يصير. لا يمكن، انا عندي كرامة. لا 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 لا, لا حبيبتي. قال ايه؟ تنازلات. قال لا يا عيوني. يا عايشة المسامح كريم، بعدين كفاية اللي حصل له، كفاية اخذ درس في عمره ما ينساه. بعدين خليكي قاعدة كده، خليكي بكره الرجال عينه تروح كده ولا كده تقول يا ريت اللي جرى مكان. خليكي قاعدة. هنادي هنادي، انت ما تعرفي عيشة. انا عيشة اخت عباسية، اكبر خطيبة في مكة، اللهم صل على النبي، كل بنات مكة تجوزوا على يدها، معروفة ترى عباسية خطيبة، وكل بنات مكة لما تتجوزوا انا برضو من جملتهم. قالت لي تعالي سيد رقبة وتاخديه، لكن انا ما سمعت كلامها، ولو انا صحيح
تلك الأيام سمعت كلامها، كان خد سيد سيد رقبته. لا يمكن لا يمكن يا هنادي، الود ودي نمسكه كده كده اقطم رقبته. أبو كرشة مفتوحة، لا يمكن. انت ايش تفكري؟ طيب ليش ما أخدتي سيد سيدو؟ ليش تزوجتي أبو حنان؟ ها؟ انت عارفة ديك الأيام كنت صغيرة، كنت ماشية في الحارة، هو كان من جملة العيال اللي في الحارة. الله، أحلى أيام عمري يا هنادي عشتها في ديك الحارة، وذاك الزقاق الضيق، كنا نلعب برجول ولا البربر، كنت أحب اللعبة هذه، ولا كان يغني لي يقعد في الروشان ويطالعني. أحلى أغنية اسمعها بإذني كان يغني، أسمر عبر مثل القمر عالي سما. يا نادي ماني قادرة، ماني قادرة أنساها، بتصور كل حاجة، بتصور أنا خارجة من الكتاب وأنا رايحة، أتمنى يجي النهار عشان أشوفه. صح، حبيته حبيته، لكن إيش أسوي؟ عصبي، أخلاقه ضيقة. أقول لك يا حنان، أنت تحبيه، أرجعي بيتك لعيالك وجوزك، أقعدي أهجدي في البيت. هنادي هنادي، هذه فيها كرامة؟ يعني أنت متضايقة مني؟ ها؟ ليه يا أختي؟ أنا قاعدة على راسك، أنا قاعدة يا حسرتي، فهمي حالتي، ده ما تساعديني يا نادي وتوقفي معايا. يا ما وقفت معاك، يا ما وعيتك. انت ايش قصدك؟ ايش قصدكم مني؟ ما قصدي شيء، خليكي قاعده. ايوه يا بشير، معك محمد شرف، اهلا وسهلا. بغيت اذكرك على عشاء الليله. ايوه، صحنين مع التبع، اول غرفه يا بشير، انتبه، مع السلامه. سمع عشاء ودعوة وأنا ما أدري شو القصة يا عزي. انتبه تكون عزمت جماعة المعالج الشعبي. جماعة المعالج الشعبي ولا يكفيهم البلد كله. هذا جارنا رجع لمطلق توصل، احنا له عشاء. تصدق يا محمد، كان نفسي أحضر معك هذا العشاء وزغرت وأرقص الليلة لجاركم هذا، لكن للأسف أنا معدوم في مكان ثاني، وكان نفسي تكون معي، لكن لا حول ولا قوة. بالله عليك، صحيح كل مرة نفسي ياخذك معي ولا دخلتني ولا العزومة واحدة، تنسحب لحالك ما حد يدري عنك. منك يا نجوى. هذا وسامحونا على كل شيء، واسمح لي باستاذن انا. ايوه، تستاذن لوحدك ولا ايش؟ شوف الجماعه. احنا ناذن لك، انت مسامح، لكن تبغى السماح الحقيقي، السماح الحقيقي فوق عند ام حنان. الله يجيب الخير ان شاء الله. يجيب الخير، وانت بتعودها ثاني مره. الله كريم. كل مره تسمع تعليمه. لحظه بس خلني اعطيهم خبر. الله يسلمك يا رب. يا هنادي خلي ام حنان تنزل، ابو حنان ينتظرها. بسرعة يا رجال، مستعجل. يا ابو حنان. ايوه. تعال الله المسجد الحين. يا ساتر. بسم الله. تفضل، ما قدامك احد، تفضل يا ابو حنان. الله يسلمك يا رب. الله ان شاء الله يوفق بينكم. الله يخليك. الله يحفظكم.
يكثر خيركم. يا رب احفظي ما عليك. يا رب احفظي ما عليك. اسم الله ابو حنان. ابو حنان كده تسيبي البيت على كلمة طلعت بالغلط. اهون عليكي. انت كنت حمقان ورميت اليمين. لا عاد تعودها. تعب بعدك. ما عاد عودها يا عيوني. ما عاد عودها. انت وانا انت شداري. كررم. انت نعيمي وناري. كررم. واللي بحبه. يا محمد فوزي انت وهدى سلطان خلصونا امشوا تحركوا. تفضل واهلا وسهلا. الله يكثر خيركم. مع دائما معامل ان شاء الله. الله يكثر خيركم. الله لا يدخل لكم سوء ان شاء الله يا اخوي. سلامة. مع السلامه يا اخوي. مع السلامه. الف 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 شكر. ما قصرت والله. الله يجعله عامر ان شاء الله. يلا يا سيدي اصبح على خير ان شاء الله. حمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم. حمد وي يا اخوي. حمد وي. دم دم يا الله. يا نادي يا نادي خرب بيتك. جيبي قطة بسرعة. هات قطة. يا نادي يا اختي يا اختي تعالي يا نادي. اي حبيبتي ما تجوزي جوزي شفتش طلقت هاي مرة. لا ما لو بعيد يا حبيبتي جوزي ما يطلقني. جوزي تطلعه وفتش العصو كده. سلامات خير ان شاء الله خير يا سيدي. ماشيين كنا خارجين من عنده من البيت في اتزحلق علينا طاح وزي ما انت شايف ولا حركه. طيب هذا لازم نعمل له اشعه سيتي سكان. مين يعني اشعه مقطعيه للراس. طيب دي فين نسويها يا دكتور؟ هناك هناك على غرفه الاشعه. يلا بسم الله. يلا يلا يا شباب بسم الله. وحاضر اطلب اللقيا ولو طال المعاد. طال المعاد. ولله
المراد فيما السلام عليكم. وعليكم السلام منصور شاهي. يا اهلين عم بشوان، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ خشمك ما شاء الله خشمك كبير. الله يسلمك يا اخي. ما جبت شاهي معك وانت جاي؟ لا والله ما حصلت فرصه. انت ليش تارك المحل وجاي؟ عمك محمد يشتي شيء؟ لا لا ما يشتي ولا حاجه. جاي زياره. زياره. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك يا بكر. هات كرسي جانب الضيف يا بكر، حياك الله. استريح استريح مكاني مكاني مكاني. يلا استريح لك صدر لك صدر البكال، لو بيتي اقول لك لك صدر البكال. هلا منصور، كيف حالك؟ طيب ما شاء الله. ايش اخبارك؟ طيبين؟ وينك يا رجل؟ موجود انا، كيف حالك؟ عاش معك لنا مده. والله يسلمك، ظروف الشغل. انت تحقص تقص وتقول فجاه. الله يسلمك، كيف الشغل معاكم؟ يا اخي والله بس خلصنا خلصنا جني لك انت بس خلصنا. كنا هذا الكرسي قعدته بربر بربر مع بعض. بس واحد هذا رافع لي ضغطي والثاني عنده نسيبي محمد. الله يكون في عوننا منكم انتم. واحكم شغلك واحكم شغلك جني. انت مالك؟ نسولف مع بعض. سولف. روح جيب لي شاهي. امزح معك، تعال هلا اقعد اقعد. يا اهلا وسهلا بمنصور، والله كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ها امرني اي طلب، ابشر من عيون الثنتين. الله يسلمك. لا بس جيت اسالك عن عم محمد، كيف حاله بعد الحادث؟ حادث؟ اي حادث هذا؟ ما حد علمك؟ سوى حادث امس ونقلوا جاره ابو حنان الى المستشفى. لا ما شاء الله تبارك الله يا محمد، صحتك اليوم تمام الحمد لله. الحمد لله. قلت انا عليك يا ابن الحلال، قلت انا عليك. اللهم ربي لك الحمد والشكر. الحمد لله. صالحات. لا 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 انت روح انت روح، انا هنا عشان اخدمك يا لزيمي يا حبيبي. الله يسلمك. طيب طيب الله يحييكم حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. هذا من السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا 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 الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله، وجهك بيونا اليوم. وقايم عزيز وقايم عزيز. هذا هذا جنبي جنبي من الصف. بسم الله. أكيد أنت تأكل بهذا الطبق. حياك الله تفضلوا. يا أبو سهلا يا حبيبي، شكرا. الله يسعدك. الله يحفظك. إن شاء الله طيب. أنا ما قدرت أقوم والله. لا عادي عادي، كيف صحتك اليوم؟ نحمد الله على كل حال. كيف العملية؟ نحمد الله نحمد الله نحمد الله. إن شاء الله الحمد لله. إيش بختار حياك نصر؟ إيش عندك؟ تذكر يا أخي مطر المشعوذ. الله أكبر. راح هذا القصة وراح صيود معاه. الحمد لله على كل حال، هذا تجنب. محمد شرف. لا لك حطوا تحت المخدة وقل. وش لقى؟ وش لقى؟ وش وسان في داخل كلها خرب. شوية تراب. رح يتصنع.
خلاص 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 خلاص. كل مشكلة كل مشكلة لها بداية لازم تنتهي. أنا فين البداية؟ أنا أبحث عن النهاية ما أعرفش البداية. أنا أموري سابرة أموري سابرة. فين مشكلتي؟ فين مشكلتي؟ فين مشكلتي؟ فين مشكلتي؟ فين مشكلتي؟ أنا في مشكلتي في مشكلتي في مشكلتي. بلقيس 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 أنا محمد يا بلقيس 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 بلقيس. يا محمد ليش نايم هنا؟ أنا تعبان شوي تعبان شوي. بدنا نشبك بشهور عرق والدنيا برد يا محمد. الحال هذا ما ينسكت عليه. روح سوي تحليل للسكر. ما في سكر ما في سكر. السكر كان خرج في التحليل اللي فعلته في المستشفى. طب قوم نام جوا قوم. لا 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 روح انت ارتاحي يا بلقيس. بلقيس؟ حتى في احلامك بلقيس؟ اهلا اخ نشوان. بارك الله فيك يا اخ مهيب. كنت عارف اني راح الاقيك. هلا. هذا واجبنا، لازم نسد فراغ الاخ محمد. الله يسلمك ان شاء الله. ما شفته اليوم؟ في الحقيقه انا كان عندي شغل كثير اليوم وما قدرت ازوره. حتى انا رحت احصل فواتير الاخ محمد كلها. ايوه انا مريت على واحد منهم وقال لي مهيوب سبقك واخذ الفواتير كلها. الله يجزاك خير. محمد انسان عزيز ولازم كلنا ما يعني ما نقصر معه لانه ما قصر مع احد. الله يسلمك. تفضل تفضل استاذ. لا ما اقدر انا عندي شغل كثير ولا انا واحش للشاهي من يد هذا المنصور حقكم. الله يسلمك عندي شغل كثير. طيب. اشوفك ها حياك. سلام عليكم. حياك الله حياك الله. كانت الركعه الاخيره من صلاه العصر عندما سمعت صوتا يناديني باسمي كاملا ولم استطع اجابته فقد كنت في الصلاة. غشاني خشوع لم أعهده منذ أن عرفت نفسي، فلم أعرف خشوعا مثل ذلك الخشوع في ذلك اليوم الحار. ولربما تكون المرة الأولى التي يناديني فيها شخص باسمي كاملا، حتى عائلتي منذ أن كنت صغيرا إلى الآن إلا ذلك اليوم الذي استلمت فيه شهادة الدراسة الابتدائية. يا لغرابة الموقف، وكأني إنسان آخر لا أعرف. هي المرة الأولى التي أنكرت نفسي ومن أنا حتى اسمي تراءى لي اسم شخص آخر. جلست أتأمل الجبل المقابل من ناحية الشرق، أسفله بني فاتح وأعلاه أسود فاحل.
سألت مرافقي وكانت معرفتنا لا تتعدى الساعات، حتى أني لا أعرف من اسمه إلا الجزء الأول. قلت: ما أعجب هذا الجبل، بني من الأسفل أسود من الأعلى. قال: هذه جبال بركانية انصهرت من فعل البراكين منذ العهد القديم. محمد شرف محمد، هل هذا اسمك؟ نعم. ما عملك؟ مصلح رواضي. قصدك راديوهات؟ نعم، سميها ما تشاء. كم عمرك؟ كما هو مكتوب في البطاقة. هل أنت متزوج؟ خاطب. مبروك. هل لك علاقة نسائية قبل الزواج؟ لا. هل أبوك على قيد الحياة؟ لا أدري. هل تستطيع أن تعد من 1 إلى 10؟ نعم، 1، 10. لا لا يا محمد، 1، 2. الناس هذه الأيام لا يتعاملون بالعشرات يا دكتور، قل 100، 1000. هل تشرب خمر؟ لا. لماذا؟ حرام. هل نحن في الليل أو في النهار؟ طبعا في النهار. الله ينور عليك، فأنت في الدوام الرسمي نهارا. أخذ الورقة وكتب على ظهرها هذه العبارات: سليم القوى العقلية والجسمية والنفسية. ثم وقع، ثم أعطاني إياها، فقلت: أي خدمة؟ محلي في الشارع المقابل. أهلاً محمد، تفضل. لا اقعد محلك، هذا محلك أنت. اقعد محلك يا راشد. طيب، هذا وصل من التاجر سعيد باسمك. باسمي محمد شرف محمد. هذا الاسم غريب. ايش فيك تهذي يا محمد؟ اجلس يا مهيوب. أنا أشتهي أغير اسمي. يا رجال خلي عنك هذا الكلام. محمد، أنت تفكر بشيء؟ أنت تعبان؟ لا، بس تذكرت شيء. الظاهر أنك مش على بعضك. لا يا أخي لا، بس أنا شوية سرحت في ماضي بعيد. بعيد؟ وين؟ السعودية. السعودية؟ أنت ما جيت السعودية إلا قبل كم سنة؟ أنا أحس يا مهيوب، البلد هذه أعرفها من زمان، ماضي بعيد 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 بعيد. ممكن تشرح لي هذا البعيد؟ لا لا، الآن ما أقدر. إذا خاطرك، يمكن تفيق نفسك ولا شيء. سلام. أنا محمد شرف يا فندم. أهلا وسهلا. شكرا. والأخ؟ أنا بالنسبة لعزي يا فندم بمقام أخونا. أهلا وسهلا.
طيب ممكن تفضل تنتظر حالك بس. راح بس. بس يا فندم لو سمحت اشتي اعرف ايش السبب قبل ما اخرج. لا لا ما تقلقش، اسرتي بيبحثوا عنك. انت ممكن ترجع بعدها يروح معك على طول، ما في اي اشكال. شكرا جزيلا. على كل يا عزي ما تقلقش، احنا معك قلبا وقالبا. الله يحفظكم يا فارع. الله يحفظكم. شكرا يا فندم، ارجوك ما تحركش في الموضوع. شكرا جزيلا. مع السلامه. الله يحفظك. يا عسكر. حاضر يا ابو طلب مثلا شاي. حاضر. باين عليك مرهق يا محمد، اكيد امس ما نمت كويس. يا فندم انا يوم جت الورقه هذه على المحل يعني قلقت شويه، لاني ما مش عارف السبب. وليش القلق؟ انت ما فعلت حاجه غلط. تفضل. في المستشفى. أنا عندي هنا محمد في التقرير بيقول إنك مولود. هذا 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 اللي مكتوب في البطاقة يا فندم، ما أعرف شنو صحيح ما صحيح ما أعرف. طيب قل لي كيف بتعيش يا محمد؟ أعمل سب الروادي، وقبلها كنت أشتغل في قهوة العم مصلح. هل العم مصلح أول شخص تعرفه؟ نعم يا فندم. حصل لك حكم قضائي أو جنائي؟ لا والحمد لله ابدا. طيب تفضل اشرب الشاي، انا الان عاد اكتب تقرير المستشفى. خليك تاخذي معك برفقه عسكر. في الأيام اللي تركتيني فيها السارفية تعبت تعذبت، حرام عليكي ما تسويها مرة تانية فيا. وانت معدل باليمين خلاص خلاص توبة. يوم حنان لا كنت أنام ولا كنت آكل ولا كنت أشرب، أنا خصيت النص يوم حنان في بعدك. شايفة شايفة يوم حنان، انت قلبي انت عيوني انت النظارة اللي بشوف فيها يوم حنان. يوم حنان انت الهوى اللي أشوفه في الصباح. هاي يا منصور، وضعوا كل الأقمشة في السيارة؟ كلها في السيارة يا نشوى. الله يسلمك، تعبناك اليوم معنا. تعبك راحة يا نشوى. الله يسلمك. الله يخليك. سلم لي على عمك مهد، ولا أقول لك أنا بتصل عليه. السلام عليكم. الله يستر عليك إن شاء الله. ما فعلنا لك، ما
من هو غريمك يا اخي؟ قوم يا محمد شاحون. انا شرف ولكن ايش عرفك باسمي؟ انا اعرف اسمك واعرفك تمام واعرف تاريخك. انت ولا كلمه. سوق سوق قدامك، لا تتحرك لا يمين ولا شمال. انت كيف كيف وقعت في طريقي؟ انا ما ادور عليك. أنت صنعاني؟ أيوة صنعاني صنعاني. إيش بتشتغل؟ أشتغل مسبر روادي. تعرف الحاج علي؟ أيوة الحاج علي عمي، وأنا أشتغل معاه، وإذا تشتي حاجة تعال للمحل. إيش اسمك؟ اسمي محمد شرف محمد. محمد شرف محمد؟ أيوة محمد شرف محمد. أعرف أنا شخص بهذا الاسم، كان يشتغل هنا قبل 3 سنوات. بس الظاهر انه من محافظة البيضاء. بس ليش انت؟ سبحان الله يا عم، تتشابه الاسماء وتتشابه الاشخاص، ولكن هناك فارق. يقولوا ان الله خلق من الشبه 40، حتى المصادفة تتشابه. صحيح. اقول لك يا عم، انت شو اسمك انت؟ قلنا لك انا مش عم احد، عمك مولى. فين زميلك؟ فين راح؟ مرسلته المخازن يجيب الأقمشة؟ أي خلاص، روح شكرا. السلام عليكم يا عزي. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف الأحوال معك؟ إن شاء الله طيبة. أقول لك كيف حالك؟ إيش أحوالك؟ مالك يا محمد؟ كيف حالك؟ بخير بخير الحمد لله. أنت تعبان شيء؟ لا ما أنت تعبان. أحوالك طيبة إن شاء الله. خير إن شاء الله، خير، ما في شيء. محمد
اخي وين انت ساير؟ تدور على شيء؟ لا ما اشوف سيارتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سيارة من؟ هذه سيارتي انا يعني؟ محمد تباين عليك تعبان، اطلع بسيارتك الحين وبعدين لكل حادث حديث. مالك يا اخي هكذا مسهم؟ تشتني اوصلك بسيارتي هيا؟ لا 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 شكرا شكرا. روح انت انا بروح بسيارتي. هيا هيا اطلع السيارة يلا. ايه يا ترى ايش اللي قرا لك يا عزي؟ الله يقومك بالسلامة وترجع لنا مثل الأول، ترجع لشغلك والبيتك والبنت خلود اللي تستناك. أنا عارف أنك أنت تعذبت بحياتك وكان نفسك ترتاح، وكلنا كلنا نتمنى لك الخير لأنك إنسان طيب وتحب الخير للناس كلهم. إذا أنا بنفسي تعلقت فيك وحبيتك وأصبحت قريب لنفسي. يا رب يا رب يا كريم خذ بيدي وقوم لنا بالسلامة يا رب. صحيح الكلام اللي سمعناه في السوق يا عم نشوف. كلام سمعته في السوق؟ وش اللي سمعته يا فيلسوف زمانك؟ وهي سمعنا ان عم محمد يكلم نفسه. ايش؟ ايش اللي تقوله؟ ما هو انا اللي اقول يا عمي، الناس اللي في السوق يقولون انه يتكلم كلام ما هو مفهوم، كانه يقول انه ما هو بيمات. اسمع اسمع يا ولدي يا منصور، هذول الناس ما عندهم الا القيل والقال. تسمع كلام الناس هذول راح يتعبنا. اسمع من الاذن هذه وطلع مكانها. الناس ما عندهم شغلة غير الناس. اسمع يا حبيبي، كل ما في المسألة انه عمك محمد مريض شوي بس. والله يا عم محمد انسان طيب، ما شفت اطيب منه في هذا السوق، كل الناس يحبونه. الحمد لله، ما دام انت قلت هذا الكلام وهذا المديح، وهذه اول مرة انا كذا انبسط وينشرح قلبي كذا واحس انه الضغط عندي نزل. ها اشتي اكافئك. تعرف ايش المكافأة؟ شيء محرز ان شاء الله. اقلب وجهك تبي واحد شاهي بسرعة. الله كلام الناس ما سمع ذاك جورج وسوف ايش يقول. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد عمري كيف حالك انت؟ بخير. اليوم عملا لك غدا رايح تاكل اصابعك ورا. اجهز لك. يا ريت يا هنادي يا ليت ميت من الجوع. الله يحفظك. على فكرة ايوة ام حنان بتسلم عليك. ايوة الله يسلمها. وابو حنان الاقرب مغفر. بتقول انه جوزها اشترى لها سلسلة ذهب. ايوة سلسلة ذهب، مفروض يشتري لها سلسلة حديد يربطها في البيت. العين ما عاش قصة شهرزاد شهرزاد و
وحاضر اطلب اللقيا ولو طال المعاد طال المعاد ولله المعاد.